السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. شهدت عدن صباح اليوم احتجاجات غاضبه للتنديد بارتفاع اسعار السلع الغذائيه، حيث احرق المحتجون الاطارات وعطلوا حركه السيارات في الشوارع الرئيسيه، في وقت شهدت الاسعار ارتفاعا كبيرا بسبب انهيار العمله مقابل نظيراتها من العملات الاجنبيه، اذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد منتصف اغسطس الماضي 480 ريالا، ثم تضاعف ليصل حاليا إلى 600 ريال. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: هل انهيار العملة نتيجة لأسباب اقتصادية أم سياسية؟ وما الآثار المحتملة لانهيار العملة الوطنية على الحياة المعيشية للمواطن وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام؟ اهلا بكم. تسبب هبوط الريال في ارتفاع جنوني لاسعار السلع الغذائيه، ما ينذر بكارثه كبيره لن تنحصر وفق خبراء اقتصاديين، بل ستطال تداعياتها الوضع السياسي وايضا الامني. ياتي هذا الانهيار وسط صمت من قبل الشرعيه في ظل اتهامات من بعض مسؤوليها للامارات بالوقوف خلف الازمه الاقتصاديه خدمه لاهداف سياسيه. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. احتجاجات غاضبة في عدن، هكذا بدأ صباح العاصمة المؤقتة بعد أن قطع مواطنون عددا من الشوارع الرئيسية في المدينة تنديدا بارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية. حالة الغليان الذي يعانيها الشارع في عدن دفعت بالمحتجين إلى قطع طرق رئيسية في المعلى والشيخ عثمان والمنصور وخور مكسر والبريقة، حيث لجأ المحتجون إلى إحراق الإطارات ومنع حركة السير في الشوارع ووضع العوائق أمام السيارات. تأتي هذه الاحتجاجات نتيجة استمرار انهيار العملة المحلية ووصولها إلى مستويات قياسية أمام الدولار، حيث وصل سعر الريال اليمني إلى أكثر من 620 ريالا مقابل الدولار الواحد، وهو ما نتج عنه ارتفاع وتضخم في أسعار المواد الغذائية. يحمل المواطنون في عدن الرئيس هادي والحكومة الشرعية مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها المدينة بعد أن عجزت عن إيجاد حلول ملموسة لوقف التدهور، وهو ما ينذر بزيادة الاحتقان في مدن العاصمة المؤقتة. وزير النقل صالح الجبواني اتهم في تغريدة له على حسابه في تويتر ميليشيا الحوثي والإمارات بالاشتراك في التسبب بانهيار الريال عبر إنشاء كيان موازن من الميليشيات في عدن يهدف إلى إسقاط الحكومة بعد أن عجزوا عن إسقاطها بقوة السلاح. صمت الرئاسة والحكومة اليمنية عن التدهور الحاصل يثير الكثير من الأسئلة حول أسباب الأزمة وأسباب فشل الشرعية في تقديم حلول تنهي معاناة ملايين اليمنيين وتنقذهم من الجوع، ويرى مراقبون أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن ذلك قد ينذر بمزيد من الاحتقان في العاصمة المؤقتة التي تعاني اختلالات أمنية كبيرة، في وقت لا يزال التساؤل قائما عن مصير الوديعة السعودية التي وعدت بها المملكة والتي لم تجد طريقها إلى البنك حتى الآن. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وفي البداية أرحب بضيفي من عدن المحلل السياسي فهمي السقاف، وأرحب أيضا بضيفي من مسقط المحلل السياسي عبد الله الغيلاني. مرحبا بكما. وأبدأ معك المحلل السياسي فهمي السقاف. سيد فهمي، يعني كيف تنظر إلى مستقبل الأوضاع في عدن بعد خروج المواطنين في احتجاجات غاضبة بسبب انهيار العملة؟ وعدم الا ان تتجرى فقط مضافه اليه فوضى في عدن. اليوم خروج المواطنين طبعا بخلق غضب وضغط، تم حلق الطرق وحقائق السيارات وطن احراق كل ما كل ما وقع من الاحساس وطول ايديهم يقطعوا طريق هنا او هناك. هذا الوضع طبعا واضح نتيجه تدهور العمله. لكن لا احد يعرف يعني ويسال نفسه ما هي الاسباب التي تؤدي الى او لماذا انهار العمله بهذا الشكل بهذا الشكل المشاع الان فضعت للتراخي. نعم نحن نحن في كره الارض على الارض.
سيد فهمي أعتذر منك، هناك مشكلة في سماع صوتك، سيتم معاودة الاتصال بك مرة أخرى، لكن سأذهب إلى ضيفي الآخر المحلل السياسي العماني دكتور عبد الله الغيلاني، سينضم إلينا من مسقط. دكتور، نتحدث اليوم عن أزمة اقتصادية تعيشها اليمن وتتفاقم كل يوم بسبب انهيار العملة، هناك احتجاجات داخل البلد، لكن ما يعني سأخوض النقاش به معك هو فيما يتعلق بدور التحالف حيال هذه الأزمة. يعني منذ فترة طويلة ونحن نسمع عن الوديعة السعودية التي ستغير إجمالا في الوضع الاقتصادي اليمني، ومن حينها الانهيار متواصل للعملة المحلية، كيف تنظر لهذا الأمر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وبالضيف الكريم مشاهدين الأعزاء. أولا، من الطبيعي جدا أن يحدث هذا التراجع وهذا الانهيار الاقتصادي في اليمن، إذ أن اليمن يخوض حربا عسكرية شاملة، بل أن اليمن يخوض حربا على مستويين اليوم، حرب مع الحوثيين وحرب مع التحالف، وإن كانت هذه الحرب الأخيرة ليست معلنة، ولكن على يعني فعليا هناك حرب غير معلنة أو صامتة مع التحالف. الآن هل الوديعة السعودية الموعود بها والتي لم يدفع منها إلا شيء يسير جدا من 8 مليار أظن دفع مليار أو شيء من هذا، هل هذه الوديعة سوف تحل الإشكال كله؟ يعني الإشكال الاقتصادي في اليمن هو تمظهر من تمظهرات الصراع العسكري والسياسي، ولكن أنا في تقديري رغم أن هناك عوامل اقتصادية فنية مباشرة هي التي تراكمت وأدت إلى هذا الانهيار المريع في سعر الريال اليمني، رغم وجود هكذا عناصر اقتصادية وفنية، إلا أن العامل السياسي يبقى هو العامل الأهم. أدرك تماما أن اليمن بحكم أنه يخوض هذه الحرب الضروس الشاملة تقريبا، يعني لابد أن يتعرض اقتصاده لهذا الانكسار، فهناك تعطيل لأدوات الإنتاج، مثلا النفط تحديدا الذي يمثل ربما أكثر من 30% من يعني دخل الدولة اليمنية. الوديعة السعودية التي لم تدفع والتي كان من شأنها لو دفعت أن تساهم ولو نسبيا بالتحسين وضع العملة اليمنية، ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم، إعطاب وسائل الإنتاج، المطارات والمواني بالذات، رغم إدراكي لهذه العوامل الاقتصادية، ولكن يبقى العامل السياسي هو الأبرز وهو الأهم وهو الأكثر تأثيرا في يعني مسارات هذه الأزمة. يبدو واضحا أن التحالف يسير في اتجاه آخر غير الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية اليوم مستأثرة لهذا التحالف، الحكومة لا تملك رؤية اقتصادية، لا تملك برنامجا تنمويا، لا تملك قرارا اقتصاديا وسياسيا مستقلا، وبالتالي هي لا تستطيع أن تبسط ولا أن تقبض في هذه المسألة. التحالف من جهة والحوثيون من جهة أخرى ومن ورائهم إيران، يعني هذان الطرفان هم اللذان يديران اللعبة الاستراتيجية في اليمن. وبالتالي أنا أؤكد على أن الأزمة في جوهرها وإن كانت تبدياتها ويعني آثارها وتمظهراتها اقتصادية، ولكن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية، وما لم تحل يعني الأزمة السياسية، لأن هذا هو جذر الأزمة، فما لم تحل على المستوى السياسي فأحسب أن التدهور الاقتصادي سواء انهيار العملة أو ارتفاع التضخم أو تعطيل وسائل الإنتاج، أظن أن هذا سوف يستمر، ويعني آية ذلك أن اليمن اليوم يشهد أكبر كارثة إنسانية، هذا تمظهر من تمظهرات هذه يعني هذا الصراع. التحالف بالتأكيد التحالف يتحمل الجزء الأكبر باعتباره هو المسيطر الفعلي على الأجزاء المحررة من اليمن، وهو الذي يقود في حقيقة الأمر، هو الذي يقود القرار الاستراتيجي اليوم في اليمن، وبالتالي هو يتحمل مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية ومسؤولية سياسية. نعم، إذن ابقى معي دكتور، أشرك معنا في الحديث، سينضم إلينا من كوالالمبور المحلل الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد، مساء الخير. مساء النور أخي. أهلا بك سيد عبد الواحد، يعني كيف تفسر استمرار تسارع انهيار العملة بهذا الشكل من وجهة نظرك؟
زي ما ذكر ضيفك الكريم، كل العوامل التي تطرق لها تؤدي بشكل أو آخر إلى استمرار تدهور العملة. فبقاء البلد بدون إيرادات خصوصا من بند النفط والغاز سيؤثر بشكل أساسي على استمرار تدهور قيمة الريال، وأيضا حرمان البلد من إيراداتها الأخرى سواء في الموانئ أو المطارات أو إيرادات الزراعة أو الرعي وما إلى ذلك. كل هذه ستؤدي بشكل طبيعي إلى استمرار انهيار الريال. هذا ناهيك أن حتى الإيرادات البسيطة الموجودة لا تدخل المنظومة المالية للبنك المركزي اليمني، وبالتالي لا تستفيد منها البلد بشكل مباشر وتذهب كلها إدراج الرياح. نعم. طيب إذا ما أتينا إلى المسؤول الرئيسي عن 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 هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر، من هو بالتحديد؟ أتصور أن الحوثيين كانوا في البداية وتحالفهم مع صالح لعبوا الانطلاقة في عملية أو في موضوع انهيار الريال، وبعدها جاءت حكومة الشرعية وسوء إدارة هذا الملف والفساد القائم، بالإضافة إلى ربما نحمل التحالف العربي جزء من المسؤولية إن لم يكن أغلبها. نعم. طيب ابقى معي سيد عبد الواحد. عاد إلينا المحلل السياسي فهمي الثقاف. سيد فهمي، إن كنت تسمعني بشكل جيد الآن، يعني كيف تنظر إلى مستقبل الأوضاع في عدن بعد خروج هذه المظاهرات والاحتجاجات الغاضبة تجاه أو بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار؟ طبعاً الأوضاع تمشي أو تمضي من سيء إلى أسوأ، ليست في عدن خصوصاً أو بشكل خاص المواطن اليمن عموما، لكن عدم بشكل خاص مواطن اليها فوضى، حالة فوضى. هذا القضاء والسخط وحالة القضاء الشعب الساخط اليوم يعني هي نتيجة انهيار الريال، هذا مؤكد. نتيجة الأوضاع المعيشية السيئة والصعبة للناس، نعم هذا مؤكد. لكن هذا أيضا لم يأتي من قرار، بل انهيار الريال مضى منذ فترة. انهيار الريال هو جزء من الحرب الاقتصادية الشاملة التي شنها التحالف على اليمن واليمنيين. نعم. للأسف الشديد. طيب يعني ما المصلحة في أن يكون التحالف يعني سبب في انهيار ما تبقى من اقتصاد البلد؟ التحالف لا يحترم الاقتصاد البلد يا سيدي، التحالف فشل في حتم المعارك عسكريا فلجأ إلى الاقتصاد، لجأ إلى الاقتصاد. عندما يمنع تصدير النفط، عندما يمنع تصدير الغاز، عندما يمنع تصدير المنتجات الاخرى وهي هذه المنتجات عائداتها تعود بعمله صعبه وتدخل ضمن الدوله الاقتصاديه للبلد. طبعا بالتاكيد من الريال عند هذا الحصار الاقتصادي المميت عندما يمارس حصار على الموانئ البريه والبحريه والجويه، ماذا يدعى هذا؟ اليس هذا حصار ضخيم؟ طيب أين هو دور الحكومة اليمنية من كل ما يحدث سيد فهمي؟ يعني عملية منهجة. نعم، لكن الحكومة اليمنية أين دورها من كل ما يحدث يعني وهذه الاحتجاجات الأخيرة؟ الحكومة اليمنية للأسف الشديد الحكومة اليمنية مستنيرة، لم يعد لديها شيء، لم يعد لها أي قرار. الحديث عن الوديعة أنتم لستم بعيدة في تفسيره، وإنما هو الحديث عن الوديعة المرفض وليس المال. نعم. طيب يعني هذه الاحتجاجات التي خرجت في عدن، هل يعني ستغير شيء من الواقع الفعلي الحاصل في مسألة انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع؟ للأسف الرسائل الأموية كان الخروج لكم هو التعبير عن حالة رياضة صاخت وآخرة، الناس تنفس عن قضاء فقط، لكن هذه الرسائل الأموية لن تجد عنوانا تذهب إليه، عنوانا محدد أقصد. بالتالي مسألة خلاص يعني وقطع الطرق والأضرار بالمنشآت والمرافق العامة. أنت تخترع عمود نور من هنا عشان تقطع طريق من هناك، هذا كله يعني في الأخير متضرر منها المواطن. المتضررين من الخروج اليوم من
حالة العصيان القسرية هم العمال اليوميين الذين يشتغلوا يوميا، هؤلاء هم مضرين أيضا. المتاجر عدم لا تزالت يعني إلى المغرب، أنا عملت شغل على معظم مدن عدن، كانت أغلب متاجر عدن مغلقة، كانت أغلب متاجر عدن مغلقة. طبعا هذا لن يحل الموضوع، يعني المفروض أن هذا الشعب يوجه قضاءه بشكل صحيح تجاه التحالف وتجاه الشرعية في آن واحد معنا. عليه أن يستمع الإذان إن أراد معركة أو حل، وقف الحرب وحده هو الكفيل بحل الموضوع، بحل تجاوز الريال. طيب سيد فهمي، سأعود إليك، أذهب إلى الدكتور عبد الله الغيلاني. يعني دكتور، البعض يقول أن الاحتجاجات التي خرجت مؤخرا في عدن، يعني البعض يعني يصفها بأنها ليست عفوية، ويعني هناك أطراف في التحالف تعمل على يعني تأجيج الوضع ويعني دعم هذه دعم الفوضى في عدن. كلا، أنا أحسب أن خروج الناس مرتجين في مثل هذه الأوضاع، أوضاع اقتصادية منهارة، أوضاع أمنية منهارة، يعني أحسب أن خروج الناس احتجاجا على هكذا أوضاع أمر طبيعي. ولكن دعني أقول شيئا، آخر ما يحتاجه التحالف هو يمن منهار اقتصاديا، ممزق سياسيا، بائس إنسانيا. هذه وصفة مضرة جدا بالتحالف وبالكتلة الخليجية عموما. يعني يمن بهذه المواصفات سيكون هو الثقب الأسود على المستوى الاستراتيجي، وسينعكس ذلك كله على الأمن القومي الخليجي. التحالف يبدو أنه لا يملك رؤية منذ اليوم الأول الذي يعني دخل في هذه الحرب وإلى هذه اللحظة، فهو يتقحم في الساحات اليمنية وينتقل من مرحلة سيئة إلى مرحلة أكثر سوءا. وأحسب أنه لا يملك يعني مخارج استراتيجية. التحالف يحسن صناعة الأزمات في اليمن السياسية والعسكرية والإنسانية، ولكنه لا يحسن يعني الخروج من هذه الأزمات. أنا أحسب يعني كل هذه التداعيات مع تحميل الحكومة اليمنية الجزء الأكبر من المسؤولية، ولكن التحالف يتحمل جزءا يعني مقدرا من مسؤولية الانهيارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في اليمن. كلما طالت أمد الحرب فتوقع أن يكون هناك تداعيات على المستوى الاقتصادي والإنساني والسياسي، وإن طالت أمد الحرب هي بيد التحالف. يعني ما الذي يمنع التحالف الآن وهو في السنة الرابعة، ما الذي يمنعه أن يحسم هذه الحرب ويحقق أهدافه وينجز عملية التحرير ويعيد الحكومة الشرعية؟ أو يا أخي الكريم، حتى الأماكن أو حتى المناطق المحررة التي تم تحريرها وهي تربو على ثلثي اليمن اليوم، لماذا لا تمكن الحكومة الشرعية من أن تبسط نفوذها وأن تقيم يعني برنامجا تنمويا في هذه المناطق؟ ما الذي يمنع ذلك؟ يعني هناك مناطق شاسعة في اليمن هي بعيدة عن ساحات القتال، وفي حضرموت، في شبوة، في المهرة، في سقطرة، هذه المناطق بعيدة يعني تماما. فلماذا لا يسمح للحكومة المركزية أن تقيم مشاريع تنموية وبرنامج اقتصادي إنتاجي في هذه المناطق؟ فأقول أن تكبيل يد الحكومة الشرعية ويعني محاولة فرض هذه القيود هو أحد الأسباب التي تفضي إلى هكذا أوضاع اقتصادية وإنسانية متردية. اليمن يا أخي الكريم يسخر بمقدرات اقتصادية يكفي الملاحة. يعني اليمن يتوفر على أعظم الموانئ في المنطقة، اليمن يتوفر على امتدادات بحرية ومنافذ بحرية على بحر العرب وعلى البحر الأحمر ربما لا تتمتع بها دولة في المنطقة. فالملاحة لوحدها لو استثمرت استثمارا جيدا تكفي أن تحل هذه الإشكالات الاقتصادية في اليمن. ولكن يبدو لي أن القضية قضية سياسية بالدرجة الأولى، وهذه التداعيات إنما هي تمظهرات وآثار ونتائج لهذا يعني اللارج في القرار السياسي وفي الرؤية السياسية. أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني محلل سياسي عماني، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي من كوالالمبور المحلل الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي. يعني سيد عبد الواحد، هناك من يتحدث عن مسؤولية الحكومة والتحالف يعني تجاه هذا الانهيار، يعني كيف ترى أو تقيم تعامل الحكومة مع هذه الأزمة مؤخرا وأيضا التحالف العربي؟ التحالف أعلن مؤخرا
أنه دعم اليمن بحوالي 25 مليار دولار. لا نعرف في الحقيقة أين ذهبت كل هذه الأموال، لأنه لو هذه الأموال وصلت فعليا إلى 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 الشعب اليمني لكانت المشكلة حلت من جذورها. لكن الواقع وما يحصل على الأرض هو مخالف لذلك تماما. الوديعة السعودية كذلك لا، من الواضح أنه لا لم يتم صرفها أو لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وهي ليست يعني كما قلت إذا كان لم تصنع ال 25 مليار الفارق فكيف ستصنعها الوديعة التي تقدر ب 3 مليار، ولكن يعني أو 2 مليار يعني لم تصنع الفارق، هي لم تصنع الفارق لأنها غير موجودة، أو أنه تم صرفها لمسؤولي الشرعية في الخارج أو لشراء ولاءات في الداخل، أو أنها لم تصرف نهائيا، أو أنها مثلا تم دفعها لمنظمات أجنبية تقوم بأنشطتها ولا تذهب فعليا إلى صالح الشعب اليمني. هذا بخلاف طبعا التضييق الذي تقوم به المملكة العربية السعودية على المغترب اليمني. الأمر الذي أدى إلى عودة كثير من المغتربين اليمنيين وحرمان اليمن من أحد الموارد الأساسية التي كانت تدعم الاقتصاد الوطني، لأن المغتربين كانوا يقوموا بتحويل مبالغ كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات لذويهم داخل اليمن. كل هذا كان يساهم في الحفاظ في الحفاظ على العملة وضمان استقرار سعر الصرف. طيب يعني في ظل هذا الواقع سيد عبد الواحد، يعني ما هي الحلول العاجلة التي يفترض أن تتخذ من قبل الحكومة اليمنية لتلافي مزيد من الانهيار؟ يجب التفاهم مع الـ مع الـ مع الـ التحالف بأن توجه المساعدات أو المعونات التي تم رصدها اليمن بأن تدخل المنظومة المالية للجمهورية اليمنية بحيث يستفيد منها النظام المصرفي اليمني. هذا أولا. ثانيا يجب أن يعود للبلد إيراداتها الطبيعية من النفط والغاز التي تشكل 70% من الاقتصاد الوطني، بخلاف طبعا الإيرادات الأخرى من الموانئ والمطارات وما إلى ذلك. كل هذا بيد التحالف، وإلغاء الحظر المفروض من قبل التحالف على هذه الأنشطة، وذلك لضمان كذلك تدفق الاستثمارات والمشاريع التنموية التي بإمكانها تحريك العملية الاقتصادية داخل البلد، وبالتالي استفادة المواطنين وخلق فرص عمل وتوريد عملة صعبة للبلد. نعم، إذن أشكرك جزيلا المحلل الاقتصادي. جانب الفساد اللي لازم إن إحنا نسلط الضوء عليه، لأنه في صرف كبير بيتم لمنتسبي الحكومة لناس لا يعملون حقيقة، وبيستنزفوا كثير من العملة الصعبة من ميزانية البلد. يعني لماذا لا يتم صرف مبالغ هؤلاء المسؤولين بالعملة المحلية بالضبط مثل أقرانهم أو زملائهم في الداخل؟ نعم، إذن أشكرك جزيلا على هذا الإيضاح المحلل الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، كنت معنا من كوالالمبور، شكرا جزيلا لك. أذهب بسؤال لضيفي فهمي الثقافة المحلل السياسي. يعني سيد فهمي، البعض يتحدث عن أن ما يجري في عدن اليوم هو عبارة عن يعني احتجاجات مدعومة أو لها أغراض سياسية، هل تتفق مع هذا الطرح؟ الطرح هذا طبعا صحيح إلى حد ما، لكن هناك حالة حقيقية تم استغلالها، بمعنى أن الإيران فعلا منهار، حالة القبض والسقط هذه وقف المشتغلها. بالتالي التحالف سيحقق أهدافه رغما عن الجميع وبتوظيف الجميع، فالجميع صاروا مع أدوات، والمطلوب أنه يركع هذا الشعب عبر هذه الإجراءات للأسف الشديد. هذا ما يحصل بكل بساطة، يعني في النهاية أنه الشرعية لم يعد لديها شيء تعمله، ولم يعد بيدها شيء من بيدها قرار حقيقي فعلي ممكن أن يؤثر سلبا أو إيجابا على الأمور. لا بالعكس، بل التأثير السلبي يكون أو وارد بشكل أكبر. أين هي الشرعية؟ أين هي الحكومة؟ أين هو الرئيس؟ كلهم عائم داخل المملكة السعودية للتحالف. طيب للأسف الشديد معقولة يعني البلد هذا بكله رئيس وحكومة وإلى آخره، والريال ينهار وهؤلاء مغتربين إذا دول التحالف،
واضح التحالف يعني يشتغل وفق سياسه ومنهجيه عقديه يحقق بعض مصالحه فقط هو، لا مصالح اليمن ولا مصالح اليمنيين بالتاكيد، وما عرضت الشرعيه الا حجه ومبرر للتدخل تحرك معارضهم للاسف الشديد. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المحلل السياسي فهمي السقاف، كنت معنا من عدن. وفي الختام أيضا أشكر ضيوفي المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي كان معنا من كولا لامبور، وأشكر أيضا ضيفي الدكتور عبد الله الغيلاني محلل سياسي عماني كان معنا من مسقط. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبار، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.